بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ودي تكبرات شوية البينا واتساب جروب بابالات إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى فقالوا كونا بزار مشيت بسورة فصلت كأنكس كتر سلاسة كسلاسة التي تتكسون آية انداس سالن بزي تكبر القرآن آية الله سلن نجاب السلام مننا بزام امنتها عليك اتصلالو يا الله باروج. الله سبحانه وتعالى بزيه الدنيا مدر لي امي لقساتشون سرام انديهم دمو ود آخرا ود موت بميك اربتنا بسكرات الموت وقتم لي من اندم يقات ماتشو من يأكل النسو يبشارا نققر اندم يامت اللاتشو انديهم دمو كموت بعالم الله سبحانه وتعالى بجنة است اندم ياسقباتشونا بجنة مستيف اللغوت النقر عندما يلقساتشو يمن نايبت يقرا آياتنا ومالتنا بزيه تكبر مئراف الله من إلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن زياجتهن الله نويالو ثم استقاموا كزيام دمو كتالوتن تتنزل عليهم الملائكة بالنسلي ملاك توردالو قالوا ألا تخافوا كزام النزام لا يكون يوردنا من الوحشوال أتفروا ولا تحزنوا أتزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بزياتكم تسفا قال تدرق الله بنبراتكم الجنة تبسروا الوحشوال قالوا كزام قتلوا من نزيه ملايكوش من الوحشوال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إن يابك ربيتم هيوت وفي الآخرة بمجرشيتم هيوت رداتو تشاچوناني الواجوال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لأن أنتم برسوا وسط نفسو تشاچو يمشو تهولو عللاجو ولكم فيها ما تدعون لأن أنتم برسوا وسط يمتفلقو تهولو عللاجو بمالت يابسروا تشوال مالتنو. يه مستنقلو تاريا كمانو كتباله يهولو مستنقلو يتزقاجو نزلا من غفور الرحيم مهرينا أزين كهونو الله مستنقلو سيهون يهن تاقين يالاچو يبالالو آلو. آو إن الذين قالوا ربنا الله إن زاقي تاچن الله سبحانه وتعالى نو يالو تلال بزي إمنت الله سبحانه وتعالى جيتاچون دهونا املاكاچون دهونا انديهم كسوج ليلا فطاري اندلله ليلا ميما سيساچون ميسفرلاچون اندلله انديهم ميانوراچو سيتاممو ميفوساچو سيتارزو ميالبساچو سيلمنوتم طياقياچون ميملس جيتا اندلله يامنوت يلال. يي امنت كباد نو. يي امنت ألال قمت ميستة ويدلم الله سبحانه وتعالى بيتشا ملمن إياك نعبد وإياك نستعين أنتم بيتشا
እንገዛለን አንተም ብቻ እርዳታን እንጠይቃለን ሶሃቦች ሪድዋንላሂ ዐለይሂም እምነታቸው በጣም የተሟላ ነበር እምነታቸው በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ በጣም የከበደ ነበር መካ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ይወርድላቸው የነበረው የቁርአን ምዕራፍ አኢሻ እንደተናገረችው ከሱረቱል ቃፍ በታች ያሉ አያቶችና ምዕራፎች ነበሩ በእነዚህ የተከበሩ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምዕራፎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱን በሚገባ አስተዋውቋቸዋል የነገ ቂያማ ቀን ያለውን ሁኔታ ስለ ጀነትና ስለ ጀሃነም ስለ ሞቶ መቀስቀስና ከቀብር ውስጥ ስላሉ በጣም ጉድ የሆኑ አስገራሚ ክስተቶች በመዘገቡ ምክንያት ኢማን የሚባለው ከቀልባቸው ገብቷል እንግዲህ ተመልከቱ የሸሪዓ ህግጋት የነበሩት ወይም የተላለፉት ከመካ ወደ መዲና በስደት በተጓዙበት ጊዜ ነበር ያን ጊዜ መካ ላይ ይዘውት የነበረው እምነት መዲና ላይ በወረዱ የሸሪዓ ህግጋት ላይ ለመተግበር ምንም አላቅማሙም ነበር ምክንያቱም ኢማን ከቀልባቸው ገብቷል ማለት ነው ኢማን ከቀልብ አንድ ሰው ላይ በሚገባበት ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያዘውን ነገር ለመስራት በጣም የተገራ ይሆናል ማለት ነው ኢማን ከቀልባችን ላይ ባለመኖሩ ምክንያት ያው የታዘዙ ነገሮች ሲከብዱን የተከለከሉ ነገሮች ሲገሩልን ይስተዋላል ማለት ነው አንድ ሙእሚን ነኝ ያለ ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያዘዘውን ነገር ከመስራት ውጭ ምንም አማራጭ የለውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ነገር ያስደስታል ከተባለ የአላህን ውዴታ ለማግኘት ይሰራዋል ይህ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይወደውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቆጣዋል የተባለን ነገር ለመፈጸም አቅም አይኖረውም ማለት ነው እንግዲህ አይነ ነህኑ ሚን ሃዚ እኛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን ነገር አይወደውም እየተባለ የምንሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዝነት አይኑ ይየንና ማለት ነው ነገር ግን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዴታ ያስገኛሉ የተባሉ ነገሮችን ከምንም ሳንቆጥር ሳንሰራቸው የምንገኝበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ወማካነ ሊሙእሚን ወላ ሙእሚነቲን ኢዛ ቀደ አላሁ ወረሱሉሁ አን የኩነ ለሁም አልኸይረቱ ሚን አምሪሂም ይላል እነዛ አማኞች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሆነ ነገር እንዲሰራ በፈለገ ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈለገውን ይሰራሉ ሌላ አይነት ምርጫ እንኳን አይኖራቸውም ይህ እንግዲህ የትክክለኛ ባሪያ ሲፈት ነው ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በደንብ ያወቁት ለሱ ይታዘዛሉ ማለት ነው ኢነማ ይኽሻ አላህ ሚን ዒባዲሂ አልዑለማ እነዚያ አላህን እኮ የሚፈሩት አዋቂዎች ናቸው ይላል አዋቂ ሰው ካልሆነ ምንም ሊፈራ አይችልም ማለት ነው እንደ ምሳሌ እንኳን ብንወስድ አንድን ትልቅ አስፈሪ የዱር እንስሳ አንበሳን ብንወስድ እሱን ማን ነው የሚፈራው አንበሳን ማንነቱን የሚያውቅ ይፈራዋል ነገር ግን አንድን ህፃን ልጅ ብንወስድና አንበሳ አጠገብ ብናስቀምጠው ያው ልክ እንደ የቤት እንስሳ ሊቆጥረው ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ስለ አንበሳ ምንነት የሚያውቀው ነገር ባለመኖሩ ማለት ነው ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى የሚያከብረው እሱን የሚያቀው እንጂ ማንም ሰው አላህን ሊፈራ አይችልም ማለት ነው ለዛ ነው سيدنا علي ምን ይላሉ اصول الدين معرفه الله ነው ይላሉ የዲን መሰረቱ ምንድነው አሉ الله سبحانه وتعالى መፍራት ነው አሉ الله سبحانه وتعالى እንዲሁ ከምንም ተነስቶ ሊፈራ አይችልምና ሁላችንም ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ መጠን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀድሩን ራሱ በነገረንና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሱ በተናገሩት ለማወቅ መጣራ አለብን ማለት ነው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጌትነት ከተቀበልንና
مانيوم انواع العباده عباده زرفو تشلا الله سبحانه وتعالى كادرغن بوحالا بزالي قط مالت አለብን ማለት ነው ይህ استقامه ማለት በጣም ቀላል ነገር አይደለም نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كتاي هو انت لبوچن متقلبابت گیتا اباكهن لبين بدينه لاي اصنالين ارغاغالين يالو طات ماتا حلي الله ني لمنوت نبر لزانو باهونو ساعات سووچ كطوات سلمنان تقبلن بلو كساعات ميكفروبت ويم كساعات سلمنان تقبلن بلو طواتونو سلمنان لقو ميوتو بتهوني تاياين يالنو ويم دقمو عند سو مسجد قبطال تبلو ما شاء الله بمن البت عقات عمي بماغستو كمسجدو ميوت عبتهوني تامن نايبت عقات عميش بتام بزناچو زاري لي سلمنان لي علن مالت زاري لي يسجرن نو مالت ويم زاري لي الله نيامن لكن نو مالت نجا ያለውን እናቃለን ማለት አይደለም انما الاعمال بالخواتيم ስራዎች ሚለኩት መጨረሻ ላይ ባላቸው ሁኔታ ነው ይላሉ በመጨረሻው ነው وعبد ربك حتى ياتيك اليقين موت እስከሚመጣ ድረስ ጌታ አንተ ገዛው ነውና ነገ ምን ይሆናል እኛም እናቀው የለም الله سبحانه وتعالى استقامة እንዲሰጠን ሁሌ የለምን ሁሌ በዘው ላይ በያዝንበት አላማ الله سبحانه وتعالى بسطن إيمان لي مصنات مشال اللبن بتلي آخر الزمان يهنن إمنتاتنن يميفتاتنو بتعام بزو بتعام بزو حيلوج بتعام بزو فتناوج اندمي بزو بحادثات شوتن أغروال فمساتن اندمي جبت ميكو تربت جزي يمتال بالوت مسارت باونو ساعت بتام زرف بزو فتناوچ ويم كاستقاماچن اندنوطام يادرغون بزو چگروچ يتكستو يگنيالو الله سبحانه وتعالى ايماناچن اندي تطبقلن لمنالو اخواني واخواتي استقامة باسلمنا بتام يتلاقى درجانا اللو با الله سبحانه وتعالى امنو بزالي قطعلو باروچو حيكر مننا موت بمتا گيزي اچن تفينا قري الدنيا عالم تسنابتو ودا اخيرا بمي گوازبت گيزي كسما اكت ملاكتن بمورد باللفوت توز بمي هدوت نگر انداي چنقنا لود فيتم دغمو مني كسات بنال من يزنو كجيتاچن فيت من قربو بلو انداي چنكو بسرات ينغرواچو زند ملائكوچن اوردو انسم الا تخافو ابشرو لو دفيتو من ياغاطمنال بلاچو انداتازنو ولا تحزنو يالفوم تتاچو تمتهدوت يبيتسباچو نغر የሚስቶቻችሁ ልጆቻችሁና የንብረቶቻችሁ ነገር እንዳያሳስባችሁ ወይም ደግሞ ሌላው በማንኛውም በዲናዊ ሆነ በዱንያዊ ጉዳዮች ላይ ተተውት በሚሄዱት ነገር እንዳይጨነቁ አብሽሩ በሚሏቸው ጊዜ እንደውም አንዳንዶች ይህንን በስራት ከመላእክት ፊት ለፊት በሚሰሙበት ጊዜ ለኛ ራሱ የሚትገለጽበት ሁኔታ من نهبت ماغاتا ميوچ عالو كفيتا چولي فگگتا ايه تستوالة ايهن ايه مدر يمي سنابتوت بتعم بزونا چو ايه يا الله من دا النسو بمي موتبت گزي بمي نگرو يملعي کوش نگگر يمي القايد اللم كموتن بوالا ودى الله سبحانه وتعالى بمي قروبت گزي ሰዎች በድንጋጤ በሚረዱበት ሰዓት ሰዎች የትጋ ነው የኛ መኖሪያ ብለው በየምልጃም ከነቢያቶች በሚለምኑበት ጊዜ ሁሉም ነፍሴ ነፍሴ ያለ ሁሉም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የት እንደሚያስገባው ባለየበትና የት እንደሚሄድ መጨረሻው ባላወቀበት ጊዜ
እነዚህ ሰዎች ግን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዝነት ውስጥ ሆነው በጀነት እንደሚኖሩ ቃል በተገባላቸው መሰረት ومن أوفى بعهده من الله نونا عند الله قالوا نمي مولا أكال لمنا بقالوا مسرد لجنة وچوست عندما يسقب باچونا لجنة مدمو يمي فلقوتن ما نيون نفسو چاچو يا ماراچونا غروج عندما يامت الله چو ويم عندما يغنيو الله قال بقب مسرد لجنة لي إيتم فلاسسوا ينور المالتنا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نفس الشاشو يمي فلغتنا قرب ملو لنان تعلاشو ولكم فيها ما تدعون النسو يمتعلن ما قيتم فلغا لنمي لتنا قروش بملو ياغن يعلو مالتنا مكنياتم هذا نزل من الله نزل من غفور الرحيم ይህ ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከአዛኙ ከረሂሙ ጌታ የመጣ መስተንግዶ ነው። እንደ ሰው ልጆች መስተንግዶ አይደለም። እንደ ሰው ልጆች መስተንግዶ አንዱ ቀርቦ ሌላው የሚጎድልበት ሳይሆን ሁሉም ነገር የሚሟላበት የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መስተንግዶ ነው። ታዲያ ይህን መስተንግዶ የሚያገኙት እነማን ናቸው አለ። በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ጌትነት፣ በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አምላክነት በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሙሉነት አምነው የተቀበሉና በዛ ላይ ደግሞ ቀጥላሉት ባሪያዎች የተዘጋጀ ነውና እኛንም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ለዚህ እንዲወፍቀን በመለመን ዛሬው ንግግሬን በዚሁ ጨርሳለሁ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ወሰለም።